هذا جميعا. بيض الله وجهكم. انا ودي يا جماعه الخير ان هالتحيه هذه اخوه يعني مو عشان الدرجات. طيب يا سلام يا جميعا. اول شيء نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بخير جميعا يا متسابقين وحبايبنا في زر رصيدك سته. استريح يا بسام، يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله. نرحب فيكم في اول فقره من فقرات مؤتمر الجمهور اللي راح يجيكم ان شاء الله كل يوم جمعه الساعه 8 باذن الله. مؤتمر الجمهور عباره عن ايش؟ عباره عن حلقه وصل ما بين المشاهدين وبينكم انتم يا متسابقين زر رصيدك. راح نستعرض لكم تغريداتهم، راح نستعرض لكم فيديوهات سواء اخذوها عن طريق الشاشه او صوروا انفسهم سيلفي، يوجهون اسئله لكم مثلا او يوجهون استفسارات او اقتراحات انتقادات وما الى ذلك، كلها انا دوري اني اوصلها لكم مباشره، بامكانكم تاخذونها وبامكانكم تتجاهلون. لكن قبل لا ابدا انا وياكم، قبل شوي انا سمعتكم تنشدون، بس سمعت صوت نشاز بينكم، من هو؟ ابي اسمع. يا ابو نايف وعذاب العين من شيء تشوفه كل ما شافت لها زول العجيب. لا لا خلاص 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 خلاص، يعطيك العافيه راشد. راشد كثر خيرك، بيض الله وجهك، وجهك ابيض، وجودك وصمتك ترى ما شاء الله هو اللي يميزك. الله يسعدك، فبيض الله وجهك. المره الجايه شيله بصوتي، ابشر بها. لبي، احنا نتمنى نحتفل باعتزال ان شاء الله. باعتزال؟ نحتفل باعتزال ان شاء الله. والله ما اؤيد انا. انا اقول امسحوا تاريخ نهائي لنشادي ولعل خير ان شاء الله. طيب نقول بيض الله وجهكم، يعطيكم العافيه جميعا. كثير من المشاهدين عرضوا تغريدات وصلوها عن طريق هاشتاج البرنامج، وايضا فيديوهات عن طريق الانستغرام، لكن يستحيل اني استعرضها لكم كلها في هالفقره. ما شاء الله تبارك الله، عشرات الالاف من التغريدات والمئات من الفيديوهات، فما اقدر اني اعرضها لكم كلكم، لكن ابى احاول قدر المستطاع اني انتقي، وفريق الاعداد معي راح ان شاء الله ينتقون الجيد من هالتغريدات. لبه اقول 5000 يتفيدي وبس، عرض ويكفون اللي عرضهم هذول والباقيين خلهم. طيب اجل اكمل وياك ان شاء الله بعد الهواء باذن الله. طيب هذا امر. الامر الثاني قبل لا ابدا انا وياكم، في تصويت بدا عن طريق حساب بدايه الرسمي لكم انتم المشاهدين، راح يتوجون واحد منكم الاعلى تصويت، راح يحصل على واحد من اربع امور. التصويت طبعا هذا راح ننزله بين فتره وفتره في حساب بدايه، بدا قبل فتره وراح ينتهي ان شاء الله بعد ما يكمل 24 ساعه. الفائز راح يحصل على شيء من اربع اشياء، يا اما مكالمه من جوال القناه مجانيه، او يلتقي باحد اصدقائه هو يحدد بنفسه ويجي برا ويلتقي فيه عند الباب او بالضيافه او في اي مكان ما عندنا مشكله. الشيء الثالث نقدم له وجبه مجانيه من ابتسم عبد الرحمن، التونه تشكي والله يا حبيبي. او تقدم له وجبه مجانيه. الامر الرابع سم خصم ببلاش، لا لا ما في خصومات ان شاء الله. الامر الرابع والاخير ياخذ الجوال ويطلع على الهاشتاج حق زد رصيدك لمده تقريبا 5 دقائق. جيد، فالجمهور كل فتره وفتره راح ننزلها لهم باذن الله. طيب وراح يختار واحد منكم باذن الله، الاعلى تصويت هو اللي راح يحصل على واحد من هالاربعه. شلون اليه التصويت؟ التصويت نزل في حساب بدايه الرسمي على تويتر، بامكان المشاهدين انهم يتوجهون مباشره، والتصويت بدا طبعا وفي تفاعل مدته 24 ساعه. سم يا مجيد. كم مدته؟ جيد، ايش تقول يا حبيبي عبد العزيز؟ اقول طريقه التصويت تويتر. لا 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 لا، احنا حاطين استفتاء. جيد، فبمجرد ما يختاروا واحد بالضبط، فبمجرد ما يختاروا واحد الاعلى تصويت هو اللي راح يحصل ان شاء الله على هالاربع مزايا باذن الله. لا لا لا، عن طريق تويتر ببلاش، الجمهور يدعمكم ببلاش، تستاهلون. طيب وش رايكم نبدا احنا وياكم مباشره؟ حامي حامي نبدا بالتغريدات. طيب ودنا نبدا بالتغريدات، وخلونا او قبل التغريدات في فيديو، في فيديو نجهز لكم موجه لكم انتم، شوفوا بتمعن، وابغى واحد منكم يوجه رساله لصاحب هالفيديو هذا. خلونا نشوف الفيديو احنا وياكم جميعا. ايه يلا توكل على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومساكم الله بالخير اخوياي وتاج راسي، ايش اخباركم؟ شو علومكم؟
عسى الله يقويكم ويوفقكم ان شاء الله. والله اني تمنيت اني اكون معكم اعيش معكم كل لحظه. الحمد لله على كل حال خير مما اختار الله. قدامكم 100 يوم قدموا كل اللي عندكم. عسى الله يوفقكم يا تاج راسي. طيب هذا هو المتسابق سعد الدوسري اللي ما حالف الحظ انه يكمل هالمسيره معنا مسيره ال 100 يوم، ونقول ان شاء الله في فرص قادمه. راضي بتعلق؟ نفس الغرفه اللي معاي. فسعد كان يقول لي يعني هذا سر بيني وبينه، يشهد الله انا امنيه من امنياتي اني ادخل زد رصيدك مو هو تلبيه لرغبتي، تلبيه لرغبه امي. تمام. يعني الوالده عنده كانت تتمنى انه يكون معنا، لكن سبحان الله لعلها خير، يعني امه لعلها دعت له دعوه، ولعل الله استجاب لامه الدعوه ذي، ولعلها خيره انها طالعه. لعلها خيره. وحنا نوجه لها تحيه من هالمكان هذا و... الخير دائما في مقتربها. السنه الجايه ان شاء الله انه سمت؟ اقول ان شاء الله انه السنه الجايه يحالف. نقول ان شاء الله نحالف الحظ هو يستاهل. طيب فيه ايضا فيديو ثاني عندنا ودنا نشوفه جميع. اعطونا الفيديو يا جماعه الخير. عليكم اخباركم يا عيال؟ فقدتوني ولا لا؟ والله اتوقع ما فقدتوني، لكن الله يوفقكم ان شاء الله. والله اني اتمنى لكم كل خير، لا تنسونا بدعواتكم. هذا هو المتسابق احمد صالح رقم 26 اللي ما حالف الحظ مع الاسف الشديد وما كمل برنامج، ونقول ان شاء الله ايضا الخيره فيما اختار الله دائما. اسلم يا وائل. احمد الشراري، الرجل الهادي في الشاشه، الرجل الفعال كان تحت الهواء، من اجمل الناس واطيبهم، قلبه نقي جدا، ولكن علمنا اشياء لم نتعلمها في حياتنا. اقول لاحمد الشراري انت ما طلعت، انت خليت اخوان لك 24 في البرنامج، وكل ال 24 احمد الشراري، وباذن الله يا احمد نمثلك باحسن صوت باحسن صوره. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا وائل. هو كان طموح يشارك في البرنامج، لكن ان شاء الله هالطموح بتشيلونه انتم وتكملون في مسيره ال 100 يوم لحد ما ينتهي البرنامج. سمي عبد العزيز. والله هي قلبت مواجع الصدق. يعني نقول لعلها خير لكم. الله يكتب ولكم انتم ايضا انكم تدخلون عشان تقدمون الشيء الكبير باذن الله في البرنامج. طيب خلونا نبدا في التغريدات. حامي حامي باذن الله، اعطونا التغريده الاولى عن طريق هاشتاج البرنامج. التغريده الاولى: وصل لعبد الرحمن المطيري ان يستمر في حضوره وظهوره وتفاعله ولا يتاثر بكلام المتسابقين او حتى بكلام الجمهور اللي قدمه، الكل بيستفيد منه. عبد الرحمن تعليقك. عبد الرحمن تعليقي والله بدايه مخيفه، لكن ان شاء الله انها على خير. ابشر باذن الله بالتفاعل والعلم الغانم. في صوت الجمهور كنت اعرض تغريدات احيانا لعبد الرحمن المطيري، وكان في بعض التغريدات احيانا يحالف الحظ ان نطيح له اكثر من تغريده. ايه فمسكني بعد الهواء قال ناصر انا اخشى انها ايش عبد الرحمن؟ انها مقصوده. انها مقصوده ان نرفع فيك ونمشيك. ايه بالاخير اللي له نصيب في البرنامج راح يستمر ان شاء الله. اللي ما له نصيب ان شاء الله بفضل الله. طيب سبحانه وتعالى. التغريده الثانيه: عبد الله بن دفنه جمهورك وربعك في الامارات معك، وانت كفو وفالك اللقب. تستاهلون خير. اول اقول كفو ام الطيب، وثانيا طال عمرك ماني مستغربها من اهل الامارات، والله محتزم من اول ما جيت، وعلى السعوديه اهلي بعد. بيض الله وجهك. الله يرحم والديك. طيب التغريده التاليه: احترام المجلس اللي يتلى فيه القران يقتضي عدم الضحك والكلام الجانبي اثناء تلاوه، الشباب يحتاجون لان يتعلموا الجديه. هالتغريده من فهد عبد الله الحربي، رساله واضحه ما يحتاج تعليق. طيب اعطونا التغريده اللي بعدها: راشد القحطاني افضل شاعر مر على مواسم زد رصيدك، وعنده خامه صوت نادره وفخمه، واصل ام عليك من اللي حطمونك. شوفوا الناس اللي عندها ذوق تعلموا يا محطمين المواهب، على راسي والله. طيب التغريده اللي بعدها: محمد ال مسعود الى متى وأوي ينتظرك تنشد؟ الليله 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 الله يبارك الليله ان شاء الله. يعني توعدهم باذن الله. ترى كثير من الجمهور ترى ينتظرون منكم انكم تقدمون المزيد والمزيد، فلا تحرمونهم، وان شاء الله هال 100 يوم القادمه ان شاء الله انكم راح تقدمون اللي يرضيهم باذن الله. بحول الله. طيب ايضا شوف التغريده اللي بعدها التاليه: نبي مسرحيات وضحك وفله وكذا، موفقين يا رب. رسالة وصلت؟ طيب التغريدة اللي بعدها: يا ليت الشعراء يرتبون جلسة شعرية هادية فيها محاورات شعرية بينهم، وتكون عند الخيمة وشبت نار نعيش الجو الشعري. ابو محمد ما مقصرين ان شاء الله. فيكم الخير وبركة. بيض الله وجهكم. طيب التغريدة اللي بعدها: من اول اسبوع نشوف هالكمية من المشاكل وهوشات، كيف اجل 94 يوم الباقية؟ صفوا نواياكم واحسن الظن والتمس والاعذار. امس كانت في هوشة بين خالد، كانت الظهر وراشد. اليوم القدر. طيب انا بسمع تعليق من خالد. اوكي. سم. القلوب صافيه. مره ما في شيء. طيب افتح المايك حبيبي ونزلوا لي فريق الاعداد خاصه 50. افتح المايك حبيبي. لا سم. نتزاعل انا وياه.
تشيل الخصم ولا نرجع؟ لا ما له علاقه المزعله. لا تكفى براحتك، اذا زعلت بينك وبين هالجمهور، اذا قفلت المايك احنا اللي بيننا وبينك المايك. اول مره انت حظك عاد. عينك طيب شباب، على طاري الخصومات، ترى فيه بنود للخصومات احنا حطيناها عندكم في غرف النوم عشان تطلعوا عليها وتحفظونها كامله. ترى للعلم يا شباب في خصومات كبيره جدا 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 جالسين نسجلها احنا يا فريق الاعلان عشان ما نافيد. فلذلك انا اتوقع الجميع مرخ على الخصومات بالاستثناء، لكنها متفاوته، في ناس خصوماتهم خصومات قويه وفي ناس خصوماتهم ضعيفه شوي. فلذلك انا اقول يا شباب ترى الرصيد الخفي مهم جدا في تحديد المتسابق انه يستمر في البرنامج او يقرب الى موعد البرايم، وممكن ما يحالف الحظ ويودع. لذلك انا اقول احرصوا عسى الله يقويكم. طيب هالتغريده هذه ثم ناخذ الفيديو اللي بعده. عمر الملحم، اتزان الطرح وحكمه في الرد وهدوء في التعامل من ود مطيري. تعليق الله يطيب عمرك بيض الله وجهك. طيب بعد التغريده هذه راح ناخذ ان شاء الله فيديو. لا احد يقعد يناظر الكام، ترى حركه جدا تنرفز. عيش حياتك اذا كانت عليك، وللعكس ترى مو حلو شكلك وانت تناظر اذا الكاميرا عليك. للعلم ترى في خصومات. ايش فيك تضحك يا فارس؟ تضحك ليش؟ سم؟ ذكرت التونة. طيب للعلم ترى احنا بلغناكم سابقا النظرة الكاميرا عليها خصم. اي شفت سؤال ناصر، احيانا وانت تلفت كذا تجي. لا اذا ما انت قاصد ما عندك مشكلة، بس احيانا بعضهم هو يمشي كذا طالع بالكاميرا، هل هي عليه ولا ما هي عليه؟ هل لفت الكاميرا عليه ولا لا؟ لذلك عيشوا عفويتكم وفلوه واستمتعوا. طيب التغريدة اللي بعدها، هل المجموعة تميزت بالجلسات الأدبية والتاريخية؟ وهذا كل اللي نتمناه في برامج الواقع. عبد الرحمن وامس برضو سعد ما قصر، الشباب برضو انت برضو والله مجموعه طيبه، كلكم بلا استثناء. طيب بيض الله وجهكم. طيب ناخذ فيديو بعد التغريده هذه للجميع وبدون استثناء. ما عندكم احترام للمتحدث؟ لا ارجعوا التغريده، ارجعوا التغريده، اعطوني التغريده. للجميع وبدون استثناء ما عندكم احترام المتحدث، مو معقوله دائما نسمع سواليفكم ناقصه، خلاص بيجيكم الدور، بس احترموا اللي يتكلم. طبعا هالتغريدات هذه كما ذكرت لكم دائما وابدا بان نقل التغريدات لكم لا يعني تبنيها نهائيا، بامكانكم فعلا تستجيبوا لها وبامكانكم تتجاهلونها. لذلك هذا راي احد المتابعين لكم، بامكانكم تتفقون او تقولون يعطيك العافيه. طيب خلونا نشوف الفيديو القادم. ليش ما تغير الصورة؟ نعم هذا مش انا طالب تغيره 20 مره. وش الملاحظات على الصوره هذه؟ ها عطني ملاحظات. لا والله لا طالع احول فيها دام انها على الحظ. الله يسر الحمد لله يا رب. واحد انا صارت مطايه دنيا حظي نحس. لا يا رب واحد نسبته بالثانويه 60 في اربع ايقونات. اذا جاوبت على السؤال ايقونات ترى عندك ثلاث خيارات، يا تجاوب مباشره. السالفه وش الاجابه للاسف؟ الاجابه كل مشروعك مبروك يا بن دفنه. تعرف الاجابه؟ لا والله ما اعرفها. القيمه الماليه لمنيف الخمشي بعد مشاركه عبد الله بن دفنه راح يشاركون بالقيمه، سواء كان اذا كان 300 فينا 150 150، لكن القيمه الماليه صارت سالب 200. عبد الله انا اول مره اشوف واحد يغلط ويفرح. لاني راضي بالغدر. انا ادري اصلا من قال لي منيف كذي وانا عارف انها رايحه في عينها. لكن الله يعين. على كذا هذا تنبيه لجميع المتسابقين بالمسابقه الجايه. اقول تنبيه هذا لجميع المتسابقين، ما حد يشارك معك المسابقه الجايه. لا لا ابدا. انا تذكرت اللي يقول لي ليتنا من حجنا سالمينا. انا كنت 50 اقل واحد كنت افكر فيها، اقول الحمد لله هذول كلهم خصمهم اقوى مني، انا 50 وانا خسران. يوم شفت ذي قلت شكله عند الخير. شفت الشعر كثير قلت اكيد على اعداد شعره. اخر شيء النتيجه ذي وراحت. يلا لعل خير يا حبيبي. طيب اعطونا التغريدات يا جماعه الخير، نرجع للتغريدات من جديد. طيب يلا اعطونا حب حب وائل يلا واخر كلام. طيب هالنسخه تميزت من البدايه وكسرت حاجز الواقعيه، شعارهم لا للتصنع وهذا اهم شيء بهالبرامج ومطلب للجمهور. سم عندي تعليق بسيط. اسلم حبيبي. الحين التغريده في شيء يمسحون من في شيء يرفعون فينا، ايش تبغى؟ شوف يقول لك لولا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. مستحيل يكون كل الجمهور على قلب واحد. صحيح اكيد. فلذلك انا انقل لكم كافه اراء الجمهور، خذوا اللي تبغون منها بس انت والله وتجاهلوا اللي تبغون. اخترتوه ينرفز. طيب
خلونا نشوف اذا اشرت الناس عليك اعرف انك واقعي فعلا. هالنسخه تميز بواقعيتها واختيارات الاداره كانت موفقه. استمروا بتميزكم. طيب ناخذ فيديو. يلا ناخذ فيديو. دقيقه يا صاحبي، هذه تدري لما تدري يا صاحبي وش؟ ان هذه بعدين حتفيدك انت وخشتك هذا. سبحان الله. اول شوف اول مره اشوف واحد مرسم بالحديده. والله يا اخوي كلمني يا حبيبي. لا اكنيات يا حبحب. لا والله بالله الحبحب. اي والله الحبحب اقسمه اقترفته. ايش رايك انت هنا تكمل الاصفر انا اكمل الاحمر هنا؟ لا 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 عشان اجي. لا معليش والله معليش. شوف اتقن عملك حتى ولو كنت على بحر نجار. ايش يا صاحبي نهر نجار؟ ايش مقوله لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر نجار؟ هذه حكمه صح؟ ما ادري والله ممكن احدد. والله في هذه القريه حناخذ دروس ونتعلم دروس. يعني انت فقير وبرد ومن هنا يشلحوك نقاط. الله والله لا سمع بهم. تحصلها من وين ولا من وين؟ انا طب الصراحه اتوقع نهايه القريه اشحت. تلقى لها المسجد هذا ما تلقاني جالس هنا و50 يا صدقه حرام. قول والله يعني تصدق علي يخصموك يا هو. قول امين ان الله يرزقك بقيمه الفلوس اللي معي في القريه. والله ترى كلها سالب وردت نفسك من التامين. وائل ايش الموضوع؟ شحات خلاص جاهز انا. كم رصيدك وسالب فعلا؟ علي تبغى تعطوني فلوس يا اخوي؟ نعطيك فلوسك اللي فعلا لك. والله باقي لي 200 تبصر فيها. متى تاجي؟ حقه اللغز صح؟ حقه اللغز خلاص تسلمها الحين اذا انت تبغى. اللي قطوها لك البارحه. ايوه قالوا ما في صدقه. انت اللي ما في صدقه ما في. ليش ابو نايف؟ الرجال مرتب المسابقه يا ابو نايف تعبان وشقيان. على عيني وعراسي لكن المسابقه هو مرتبها بنفسه. طب بس انهم يعطونه. طب بس لك سؤال. 80 طيب الحبحب ايوه مين صرفها؟ انت صرفتوها. تصرف لي وتسرقني واسرق؟ يعني نقاط. هذا خاص منتبه. خاف الله. فدا فدا. بقول لك شيء يا وائل، اي اكل بالقريه ما هو ببلاش. مو ببلاش؟ ما هو ببلاش. طب الحبحب جانا ببلاش. يجيك ببلاش لكن تدفع قيمته. هو الحبحب طلع لنا ما طلع لنا. مدير الناضج هو اللي جابه. مدير الناضج قال الحبحب هذا لا والله ما قال هديه، قال كلوه. كلوه بقيمته. ها؟ بقيمته صح؟ لا والله مو بقيمته، في الثلاجة عندنا. يعني احنا المفروض نحاسب الناس اصلا مخربين هم مشققين. طيب خلينا نرجع للتغريدات يا جماعة الخير. طيب اعطونا التغريدات. خالد المحميد متميز وجمهورك معك. طيب التغريدة التالية. الجلسة اللي امس كانت فيها شبة النار وسوالف والغاز منيف وسعد كانت من ابطل الجلسات. ليه؟ لانهم ما يقاطعون بعض وبسيطة. واضحة. طيب التغريدة اللي بعدها. طيب القرية مليانة جلسات أتمنى توزعون فيها ولا تجتمعون في مكان واحد لأنه يحصل تداخل أصوات وتروح السالفة وما سمعنا منها أي شيء. وفعلا هذا اللي سمعناه من الجمهور كثير، أنكم تجتمعون في مكان واحد بينما القرية فيها عدد كبير جدا من الجلسات. اجلسوا عند الخيمة، اجلسوا عند التخيل، اجلسوا بمركز كارديال، في أي مكان اجلسوا. جمعتكم هذه معناها تداخل في الأصوات ومعناها أحيانا تقل الواقعية شوي. طيب أعطونا التغريدة اللي بعدها. لأول مرة ببرامج الواقع تكون البداية قوية وجميعهم تأقلموا من أول يوم. استمروا على هالإبداع هذا وحنا داعمين لكم. أعطونا الفيديو التالي. أعطونا فيديو. عذره الجريح اللي جرحني زماني جرح علاج الطب. هاي هواي حتصورونها ترى بنجفنا البارح ترى برضو سووها فيك. امس سووها فيك. من اللي سووها فيك؟ سووها 10 مرات مسوينها لعبه كل ما ملوا سووا وعوني من النوم. هذاكم تصورون للدرجه هذه قلبك خيب ناصر؟ الفضايح خطوهم ذولا، خلونا خلف الكواليس. طيب اعطونا فيديو برضه ثاني. تخيل ايش شعورك ان ابو كاتم يدخلني ويحقق معنا فادي وانت شعورك؟ والله تحزن جدا. عاد طفي النور ابو كاتم. ايوه تحكي. طيب اي والله طارت تحكي. طارت تنسى. واذا ما اعترفت خلاص. لا لا استنى هذه مو موجود. الا موجود ابو كاتم. لا موجود. طيب في تكفيخ وكذا ولا ما في؟ لا موجود. بس يخوفك خليك. والله يكفخني. هذه الغرفه مقفلين علينا فيها انا وهو. والله انت لاطف. والله لا انطمي يضيع الهيبه قدام حرمتي. قدام حرمتك وجمهورك. حرمتي وجمهوري. طبعا كلامكم عن ابو كاتم بالاخير ترى قرار له
ها؟ القرار لأبو كاتم بالأخير، لأن في ناس كثير سمعنا منهم أبو كاتم يجي ما راح يجي، بيجي ما راح يجي، فلذلك أنا ما أتكلم عنكم كمتسابقين، حتى الجمهور أيضا، لذلك القرار عند أبو كاتم. سواء والله عاد الله أعلم، الله أعلم، بالأخير القرار عند أبو كاتم، حضوره في القرية من عدمه. بالأخير الخصومات بكل الأحوال شغالة شغالة، سواء أبو كاتم موجود ولا ما هو فيه، شغالين شغالين إحنا الخصومات. بس يا أستاذ ناصر، الله أعلم، الخصم بكرامة ولا الخصم بتلاطيم. تخيل واحد يصفك ويقول لك مخصوم 50، تضيع الهيبة وتضيع الدرجة. لا لا إن شاء الله إنه يستودعنا بإذن الله. طيب عموما الأيام القادمة راح تكشف إذا كان موجود ولا ما هو موجود. أعطونا تغريدات. والله لا أجي حلقت أنا. لأول مرة ببرامج الواقع تكون بداية قوية، هذه قرناها. أعطونا التغريدة اللي بعدها. راضي ليه ما يبين أبدا في البث، إلينا الحين ما سمعنا له ولا سالفة إلا مداء صالح والعلا، ترى عندك جمهور ينتظر منك إنك تبدع. شوف شوف أنا جالس أرتب مع الإدارة، مكلمهم عن ترتيب معين عشان أتكلم عن موضوع مداء صالح بطريقة يعني أمتع الشباب فيها وأمتع الجمهور، فانتظر علينا شوية. اللي هو بخصوص ايش؟ بخصوص مدائن صالح. طيب عسى الله يقويك، لكن ما يمنع انك ما يمنع من المشاركه في الحوارات. اي عسى الله يقويك يا رب. طيب التغريده اللي بعدها، نسخه مميزه وعايشين واقعيتهم بقوه، بس يا ليت بعض المتسابقين الان ينتبهون لالفاظهم، وفالكم التوفيق. هلا ولا هلا، اكيد انا ماني فيهم متأكد. أنت رأيتك بيضة يا بندفنة ده. اللي على رأسه بطعي يتحسس. طيب التغريدة اللي بعدها، صار أغلب البث هوشات ويبلش فيهم صالح الزهيري يصلح بينهم، يلي تهدون شوي تحكمون بعصابكم وتذكروا أن هدفكم من الدخول للبرنامج. صالح صار الأب الروحي للمتسابقين. بالعكس كلهم الله أخوان. تعاني يا صالح؟ سم؟ تعاني منهم؟ لا ما في معانا، كلنا أخوان بالعكس. الله يبلغ. الله يبلغ. بس اصغر واحد فيكم لا تكبرون عاد. طيب التغريده اللي بعدها، حافظوا على ارصدتكم، الحين ما تعرفون قيمه الرصيد، بس لو يطلع واحد منكم عرفتوا قيمته ولا تكثرون اعياد، ترى فيه رصيد خفي، هالرصيد الخفي يقلب الموازين ترى دائما. عسى الله يقويكم. التغريده اللي بعدها، عبد الرحمن بعد كلام وائل وهو طافي نتمنى انه ما يتاثر من كلامه. يا مدروع انت يا مدروع حسين يا حسان، والله ما دريت عنه. خش فلح خش فلح. ابد ابد، ربع واخوان قل اللي تبي، بس يبقى اني ما دريت عنه لا ولا كلام. لا والله هو مسوي المتنبي كل يوم، قال المتنبي سوي شاهي، قال شاهي المتنبي يا اخوي. شوي قلي سالم ما عليك، المتنبي ايش يصير فيه يا اخوي؟ سالم والمتنبي ماتوا لا طلعوا. لا بس الواحد يعني مع كثرة السوالف والعلوم، انا اقول يا ناصر الواحد مع كثرة الايام والسوالف والسوالف والمناقز يتعب، فابدا الامور طيبه ولا في اي شيء بيننا. انتم بالاخير وهذا ما يلحقنا ابدا، شك فيه. جونا على قدحه الراس، ما علينا من احد لا والله ولا زين. بيض وجهكم. هذا شيء ما يلحقنا شك فيه ابدا انكم اخوان، ودائما في اي بيت لازم تحصل مشادات، لكن بالاخير المحبه تبقى والاختلاف لا يفسد للود قضيه. الاخ الاكبر مثلا، وصح انه يقول كلام كويس وانه احيانا نورط الناس زي المتنبي، والله انه في اشياء ما قالها لكن عادي. طيب هالتغريده هذه، وبعدها ناخذ احد الفيديوهات اللي وصلت من الجمهور ايضا. سعد السبيعي شخصيه متزنه جدا ما شاء الله تبارك الله، يطبق مقوله لكل مقام مقال. سعد تعليقك. اللهم لك الحمد، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم الشباب اللي معي كل ابوهم يخلون الواحد الصراحه يمشي درب زين، ما في لا عندنا لا نف ولا دور. الله يبيض وجهك، والشباب كلهم فيهم خير وبركه. ايش فيك ماسك راسك يا ابو عثمان؟ ابو نايف شو الموضوع؟ ما ادري ايش السالفة هذه؟ سم؟ المفروض يكملون المقطع، ترى شلت الخروف انا اليوم امس امس. طيب خلينا نشوف المقطع عشان. طيب يلا اعطونا مقطع. فافك لك حبله. بس ما اعرف اشيله هذا، اخاف منه انا. اخاف تبي خروف؟ اخاف والله خروف. يمه تعال 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 اخاف منه والله. تعال ها عاد، حتى لونه يساعد انك تخاف منه. لونه يا بندر يا اخي. محمد ايش الموضوع؟ وش الموضوع؟ ايش السالفه؟ انا اقول مقطع ناقص ما كملوه،
شلت ال ايش الكمالة طيب؟ كملها لنا. لا شوف ما ادري بس ال يعني ما ادري اخاف منه انا الصدق اخاف. ما ذبحنا بيض الله وجهه. لا والله رايك بس يا ابو نايف انا اخاف عموما اخاف من كل فوبيا الخرفان. ايوه فوبيا فوبيا الخرفان من كل الحيوانات حتى حتى البسه ما اقدر اشيلها ولا اقدر ابدا. استاذ ناصر يعني عندي بس كذا يعني. انت لا تطالع في مو معنى ذلك ضعف ترى. انت لا تطالع في محمد عثمان انت طالع في عيال بندر اهلي ويشوف ابوهم. محمد مع انك متعامل مع وحوش بس ما ادري ليش. عموما ترى احنا كنا مفكرين مستقبلا نجيب حيوانات مفترسه اسد نمر لبوه لكن ما دام كذا لا احنا يا ابو نايف جيب هات 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 جيب 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 ابو نايف تمساح صغير بالله ناصر ما يستوي اسد تحطونا عند اسد انا موجود اكفي من الاسد خلوه بعيد نرجع للتغريدات يا جماعه الخير. اعطونا تغريده محمد المسعود صوت جميل ومميز في القرية استمر وفالك النهائي. طيب فارس البشيري لديه اسلوب قصصي مميز ليش ما يعرف امكانياته يا ليت لو يخف من ويقدم لانها فرصة. خبي الرمي خبي هذا كان مدح بالدابنة بس ما عليه باسلوب القصص قوي. عموما الرسالة بمضمونها واضحة. ايش؟ الرسالة بمضمونها واضحة لك. والله ما فهمت شيء ولا شيء. والله فهمت الفلسفه بتشيلي حبيبتي بس عيد عيد بالله ايش السالفه؟ سم ابعرف يقول انت عندك اسلوب قصصي مميز تبعد عن لا ما هي بهمجيه ما قصدهم همجيه قصدهم يعني الاستعجال احيانا. ابشر ابشر ابشر. طيب التغريده اللي بعدها اذا عندك موضوع افتح حتى لو عندك متسابق اثنين ثلاثه مو لازم تجمع كل المتسابقين ويروح الوقت على النقاشات واضحه؟ طيب التغريده اللي بعدها التوأم صرت تفرق بينهم الحمد لله بس نبي تفاعل تحركوا شوي شوي وسووا فقرات ومسابقات وكذا. ابدا ولا شيء مرغب مرغب بالسحب. شبك الرجال انصرق بسبب لانه قام يدعي يدعي انصرق طبعا الحمد لله مهندس الصوت عرف يفرق بينكم بالبدايه ترى عانينا منكم. من نرفع صوت واحد والثاني هو اللي يتكلم الحين عرف؟ لا الحين عرفنا الحمد لله الحمد لله والجمهور بدا يعرف اهم شيء ما يكشفني ان المايك. طيب عسى الله يقويك من طرف الفقرات اللي عندكم. سلمنا على ابو تونه وقل له انتبه من ابو كاتم. من ابو تونه فيكم يا جماعه الخير؟ لحظه ناصر معليش المتنبي مشينا نفرح به لكن ابو تونه هذا جمع زعما ساعد 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 ايش الموضوع يا مساعد؟ لا يهمونه تغريد تغريد يا ابني كم راسك طالع يشوفه من هنا. والله ايش الموضوع مساعد؟ ايش الموضوع؟ والله انا نسيت الكتب. طيب انا دخلت بكمفش الروم امس او قبل امس حصلت في علب تونه كثيره وحصلت في خبز الرجال كتب كتب غلطان ما يكتب كتب عبد الرحمن اكيد كتب عبد الرحمن كان يقرا ممكن اكون غلطان ما ادري لا لا عبد الرحمن في قطو اي لا في قطو الكونفيش الروم عبد الرحمن الكونفيش الروم عبد الرحمن لا اله الا الله طبعا ما فيه ولا تونه راحت هباء منثورة ترى كلها مسجله والله انا ترى نصها ما اكلت اخذوها الشباب وكملوها ما يخالف بس من اللي اخذها اول واحد انا اللي اكلت ثنتين بس بيض الله وجهك بس ثنتين بيض الله وجهك طبعا انا خصم مدبل شوف يا ناصر حبيبي اذا اخذته بطريقه صحيحه نعطيك الخصم الصحيح حقيقي إذا أخذته بمراوغة يتدبر ناصر ناصر حبيبي أنا أخذته ليش يا طويل العمر؟ قال لي بحافظ على رصيدي ما بي الخسارة ما دريت أنها ضرتني لكن إن شاء الله الباقي نحافظ على رصيدي طيب خلونا يا جماعة الخير نبي نقرأ التغريدات بشكل سريع عشان نحاول نختم الفقرة مساعد كثر من قراءة الكتب حياتك فترة البرنامج يعتمد على الثقافة كثير عشان توصل للنهائي أبشر إن شاء الله تمام التغريدة اللي بعدها وائل يا صاحبي مفلح ولد ولد ابن دفنة فهمت التوأم الربع راشد ألا يا طير زايد عوال الزهيري كرك ميف هوا هذه توقع أنها اللزمات اللي موجودة عندكم صادها الجمهور طيب التغريدة اللي بعدها بيض الله وجهك ترى الجمهور والله ما يفوت على شيء الجمهور ما يفوت على شيء ترى مدق على كل صغير والله أنا مسحرة ما شاء الله طيب هوات العيد العام أربع حبات موز انسرقت خصموا 150 ومكالمة من جوال 600 لا تستهينوا في الخصم ولا تفضحون أخوياكم لو سووا شيء بس في تونة تونة انخصمت دبل عن عبد الرحمن المتنبي هو عارف
طيب التغريده اللي بعدها قائدي القريه واحترامي لكل بندر علي الحربي وصالح الزهيري وعمر الملحم وسعد السبيعي وعبد المجيد الفوزاني. وله قصور ابدا في البقيه. عبد المجيد الفوزان كميه ايجابيه فيه واستفدنا منه كثير، يفرض احترام لكل مبدع، فاله المركز الاول يا رب. عبد المجيد ما سمعت صوتك انا. لبيه. ما سمعت صوتك. بصراحه اني سعيد بمدح ربعي وبالانتقال اللي طورنا، وسعيد ايضا بالكلام هذا الحمد لله. طيب خلونا نشوف الفيديو هذا وراح نرجع لكم مره ثانيه. روح لك عند الحفره انت، لا تهلك تجيك بالخط. اوكي شوف يا بالخط. دخلت الجحر. دخلت الجحر. جوالي معي. يعني جحر كبير. جحر كبير تدخل بها تمشي. يقول كبر الدائره. كبر الدائره يمكن اكبر بعد شوي. والله. نظرت يمين يسار ما في شيء. وش مع التربه صحراء؟ ايه صحراء. جاي يمين يسار ما ادري وين بالضبط. وتمشي مستقيم داخل. اقول لك ما ادري اذا ميل يمين يسار ما ادري. شفت لي النور. ما عاد نشوفه. والله ما شفنا. رجعت السماء. ادخل معي. انا بسبك ولا سبقتك. انا بدخل بالحفره اليسار وانت تدخل بالحفره اليمين. انتبه. انا بشوف شنو ولد عمي سلمان الصاحب. هو بالفتحه الثانيه. بالفتحه الثانيه. صح؟ صرخه. صرخه وبحفره اعطتني صدى. يعني يقول لك اي والله صدى وحط الجوال في فمي كشاف على النور علي حبيبي طلعت على يمين ويا سلمان ويا سلمان ويا سلمان ويا سلمان الحفره اللي دخل فيها اطول من الحفره اللي عندي ولا هي بعدين سيده رايحه فيها نزول اول ما وصلت لقيت فيه ورقه مقلبتك يا ابوي وش 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 تفضل اطلع برا ها قوم اطلع برا طيب طيب يا جماعة الخير هذه طبعا فيديوهات من الجمهور وصلتنا وهذه عدد من التغريدات بتعلق حبيبي طيب هل الفقرة هذه والحلقة هذه كانت فقط تعريفية لكم وللجمهور أنا انتهيت كذا أنا انتهيت كذا أبقول لك شيء بن دفنة هذه فقط تعريفية للجمهور عشان يشاركون معنا في تغريداتهم ويشاركون معنا بفيديوهات الفيديوهات المميزة اللي نقصها من الشاشة هي راح تعرض بالإضافة راح نأخذ الفيديوهات المصورة يعني واحد يصور نفسه بسيلفي ونزلها عن طريق هاشتاج زد رصيدك في الانستغرام راح نأخذها إن شاء الله راح نعرضها لكم في الحلقة الجاية بإذن الله الحلقة الجاية أيضا راح محضرين لكم أشياء مختلفة أيضا جدا عن هالفقرة هذه لكن هي كانت فقط تعريفية وأيضا إيصال رسالة الجمهور لكم نذكركم بالتصويت اللي عن طريق حساب الرسمي لقناة بداية الفضائية أعلى واحد راح يحصل على التصويت راح يحصل على وحدة من المزايا يا أما انه يقابل واحد من اصحابه برا يا اما يعطيها الجوال يكلم فيه يا اما يطلع على هاشتاج الرصيدك يا اما يحصل على وجبه مجانيه لذلك باذن الله موعدنا معكم يوم الجمعه القادم مشيئه الله تعالى الساعه 8 عندكم الان فقره الديوانيه مع راجع حارثي وضيوف مميزين باذن الله نقول يعطيك العافيه سم يا حبيبي يعني يوم الجمعه عندنا يوم مميز خروف ببلاش وجمهور الله يكرمك يا حبيبي نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعطيكم العافيه